شو وين رايح؟ بدي روح على الشغل، تأخرت. لك صح؟ أنت اليوم شو صار معك عند المدير؟ تركي تركي المدير مشان الله، على أساس إنه أنتوا كتير سائلين علي، يعني تروحوا بتتركوني بنص الشارع لحالي؟ لك أرني ما بعرف عنا شيء، شلون بدي أرجع لحالي؟ أخي بدي أسألك سؤال ولو إني بعرف الجواب. تفضل. وين كنت؟ يعني عم أدخن. لك يا غسان لا تدخن، الدخان مو منيح إلك. هلا أنت بس تكبر شو بدك تصير؟ ختيار. ختيار؟ حلو هالحكي. معقول تموت على بكير؟ لا، اللي مثلك لازم يعيش ما لازم يموت. بطل دخان أحسن لك مشان صحتك خاطرك. طيب باي. خلص يا بنات على اوضتكم يلا. اهلي يا خالتي، الله لا يحرمنا ياك. شو شايفتك جايب هز ايديك؟ وين الاغراض اللي وصيتك عليهم لاخواتك؟ خالتي خالتي هذا حكي طيب؟ والله ما عم يتجمع معي ولا ليره، يعني شو عمل بحالي؟ اقتل بحالي من وقت ما توفى المرحوم وانا ما شعجزهم؟ يا هذا الحكي ما بصير. وليش بدك تجمع بعدي؟ هيك بدي اتجوز خالتي، بدي ريح بالي، بدي اصير عندي ولد يركض بين رجلي. ان شاء الله جواز القبرصي. انت قدران تصرف على اخواتك البنات اليتامى لحتى تتجوز وتجيب اولاد وتصرف عليهم؟ بعدين وين بدك تسكن لما تتجوز؟ هون بيت ابي. حبيبي هذا بيت اخواتك البنات، لما بدك تنضرب على قامتك وتتجوز روح اشتري لك بيت ان شاء الله اول الشهر. ومن لك المصاري اللي تشتري بيت اول الشهر؟ انا بدي اشتري بيت اول شهر، اول شهر بجيب لك اغراضي وخلصينا لك خالتي. بدكم شيء؟ وين يا مهوين؟ رايح شم هوا. عطاري يلا تاخرنا، خاطركم. الله معك. خاطرك. الله معك. مع السلامة. الله يوفقك ويرزقك يا بني. أمي مو حرام اللي عم يصير مع طارق؟ عم يشتغل ليل ونهار وعم يدرس بكالوريا كمان. الله يلعن أبو الفقر يا أمي. 100 مرة. خلص. لك احكي شو حكى؟ هفدك. خلصنا بقى، خلصنا بقى بنحرك. ها سنم نم 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 روح له شيء. نلعب قعدك مو هون، انا بدي اقعد هون. روحي من هون. تكت علي وتحت البلكي. غسان غسان هشكش علي. كذاب. انا عم بكلمش يعني. هي في هي كذاب ولا مو كذاب؟ ايش هيك شيء كذاب؟ ما بعرف انا كذاب، كيف ما بتلعبني يا زلمه؟ شو انا هلا؟ رافيا تاترك 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 تنام. يا الغلاظه انا نازل على الباحه، اللي بده يلحقني ينزل معي. جديد يلا سلام. هلا امشي راما. ايوه ايوه استاذ شو سال استاذ عنه شو بدي له؟ انا خلص بابا شو بدي. صباح الخير. قوموا لا دب. شو بدك؟ وين هذا دب الطويل؟ استاذ من بعد اذن شواربك يعني انا ما بسمح لك تحكي رفيقي بهي الطريقه. استاذ انا ما بسمح لك، اعطى تربي المدير. امرك استاذ. عم قول وين وينه؟ تعبان ونزل يرتاح شوي بالباحه استاذ. ان شاء الله طول عمره بيتمم هوير. بركي برتاح من شوفته. استاذ انا للمره الثانيه بقول لك من بعد اذن شواربك لا تحكي عرفيه بهي الطريقه. وانا بقول لك المره الثانيه قط تضرب يا المدير. امرك استاذ. ضلعوا الكذب وخلونا نبلش. الاقليم الصحراوي. أوسع إقليم
معك الدحى شريف سيجارة معك؟ شو رأيك كمان دخنها عنك بسمعك شريف عم دخن بالمدرسة؟ لا 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 استاذ ما عم دخن انت فهمتني غلط مو لإلي هذا الباكيت اصلا لك عم تكذبني عينك من عينك لعمها بكره مالك فوتي على المدرسه لتجيبوا لي امرك فهمتوا لا استاذ طول بالك ما عاد عيدها خلص بس برق لي اياها هالمره شوي مره شو قاعدين بالكراجات ولا بكره بتجيبوا لي امرك فهمت